كما أن هبطة ولاية الخابورة تعد من الهبطات التي تحظى بالإقبال الكبير، حيث الكثافة السكانية في محافظة شمال الباطنة. ويأخذ الباعة فيها أماكنهم منذ اليوم الذي يسبق موعد إقامتها، ويأتي إليها الباعة والمشترون من مختلف القرى الساحلية والجبلية، ومن قرى وادي حلحل ووادي الحواسنة ووادي شافان ووادي الصرمي والولايات المجاورة. وإضافة إلى الأضاحي من الأبقار والأغنام، يتم بيع الكماليات والحلوى العمانية وألعاب وهدايا الأطفال والملابس الجاهزة والأعلاف والحشائش والتمور والمواد الغذائية وغيرها.